الآن نبغى نعرف فين المشكلة ونناقشها ونجيب الحل. الآن بالطريقة الاعتيادية احنا عندنا جدول نقدر نعرضه بشكل جدا بسيط على أي صفحة لو استخدمنا استعلام سلكت، لكن السؤال الآن كيف نقسم الجدول أو محتوى الجدول لعدة صفحات؟ في معلومات تحتاج تعرفها عشان تسوي هذه العملية، معلومات تكون مسبقة موجودة عندك ومعلومات يزودك بها المستخدم. تقول كيف حيزودني بها المستخدم؟ الآن حنعرف. الآن احنا نبغى نعرف بعض المعلومات عشان نقدر نسوي تعدد الصفحات. أول معلومة عدد السجلات، كم سجل موجود في الجدول، وهذه بسيطة نقدر نجيبها عن طريق MySQL select عفوا MySQL num rows MySQL num rows زي هذه. طبعا أنا لسه ما شرحت الكود بس أوضح، هذه أول معلومة حيكون عندنا records count اللي هو عدد الصفوف، يعني أول معلومة أحتاجها. أول معلومة أحتاجها اللي هي عدد الصفوف. طيب جميل، حصلنا على عدد الصفوف. إيش المعلومة الثانية؟ المعلومة الثانية كم سجل أحتاج في الصفحة، يعني كل صفحة كم سجل حتعرض؟ ممكن تعرض سجلين، يعني كم عدد السجلات اللي أبغاها في الصفحة الواحدة؟ الآن أجيب متغير وأحدد فيه العدد، أنا لسه ما أشرح بس أوضح المعلومات الأساسية. فسويت متغير اسمه records at page اللي هو عدد السجلات في الصفحة، أنا كاتب له هنا 2، أبغاك تعرض سجلين في كل صفحة. هذه واحدة، هذه المعلومة الثانية. المعلومة الثالثة يزودك بها المستخدم، كيف يزودك بها؟ الآن المستخدم لازم يختار صفحة، لازم يختار صفحة، صح ولا لا؟ حنعرف بعدين التقسيم. الآن كيف حيختار الصفحة؟ لاحظ معي هنا في تعدد الصفحات، لو وقف المستخدم على رقم 2 لاحظ تحت في الشريط اللي يطلع هنا، لاحظ تلقى متغير اسمه بيج يساوي 2، معناته المستخدم لما يضغط على الصفحة دي لاحظ صار هنا المعلومة صارت بيج 2، لما ضغط على الصفحة دي صارت بيج 3، لما ضغط على الصفحة دي صارت بيج 4، فهو يرسل لي رقم الصفحة اللي أبغاها، فهذه المعلومة أحتاجها ضروري، فأعرف رقم الصفحة من المستخدم، أعرف رقم الصفحة من المستخدم، لاحظ هنا هذا اللي يجيب لي رقم الصفحة، فإذا ما أرسلت الصفحة معناته بيج 1، إذا ما تم إرسالها يعني كانت زي كذا، لاحظ لو مسحنا هذه وضغطنا انتر لاحظ ردني على صفحة 1، لأن أنا قلت له إذا ما أرسلت قيمة بيج خليه يرجع للصفحة 1، أو لاحظ هنا قلت له جيب البيج، ليش حطيت انت؟ ليش حطيت انت؟ هذه الحركة انتجر، هذه يسمونها تايب كاست اللي هو تحويل، لأنه لو شخص كتب مثلا كتب لي زي كذا مثلا، خلينا نكتب كذا، كتب لي أي شيء هنا، كتب لي كلمات ولا كتب لي أي حاجة، الحركة هذه اللي موجودة هنا تسوي فورس، يعني تجبر إنه يكون القيمة اللي جاي هنا لازم تكون رقم، يحولها إلى انتجر عدد صحيح. طب إذا حط لي نص هنا، إذا حط لي نص حيحولها للقيمة صفر، حيحولها للقيمة صفر، يعني حتى تكون حماية من الاختراقات والأشياء هذه. جميل، نرجع. فصار عندي معلومة أخذتها من المستخدم اللي هي رقم الصفحة. هذه المعلومات الأساسية اللي أنا أحتاجها عشان أبدأ في إنجاز عملية تعدد الصفحات.